رجعنا لكم مشاهدينا. في هذه الفقرة راح نستعرض معاكم إمكانية عمل مكياج بدون استخدام كريم الأساس أو حتى أو ما يسمى بالفونديشن. وراح نسأل سؤال مهم، كيف مكياج بدون كريم أساس؟ ويا ترى إيش هو البديل؟ يسعدنا أن تنضم لنا للإجابة على هذه الأسئلة وكمان تقديم نصائح سرية ضيفتنا هيفاء العتيبي خبيرة مكياج. مساك الله بالخير هيفاء. أهلا وسهلا أستاذ نور. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. طبعا نرحب كمان بوجود فضاء حكيم هتكون نستمتع معها طبعا في الفقره. هيفا خليني اسالك، مكياج بدون كريم اساس؟ اي ممكن. شلون؟ عادي نقدر، في تكنيكات معينه ممكن نستخدم فيها الكونسيلر بحيث انه يعطي شكل صافي للبشره من دون ما نستخدم الاساس. يعني انت بدلتي بدال الفونديشن بالكونسيلر. اي نعم. ويعطي نفس يعني الصفاء اللي احنا بنحطه، الاشياء يعني اخفاء العيوب بيعطي نفس المستوى؟ هو يعتمد احيانا على نوعيه الكونسيلر. نعم. اي في كونسيلر مثلا يقلب على باودر، وفي كونسيلر لا يكون يعني ديوي شوي. فنحتاج اذا على حسب البشره برضه نحتاج لها الكونسيلر. ثانيا لون الكونسيلر اللي هو المستخدم لنوعيه البشره او لون البشره. طيب هيفا، لو انا الحين ابغى استغني عن كريم الاساس او الفونديشن وفي نفس الوقت ابغى بشرتي تبين حلوه حتى لو بحط مكياج، ايش هي الخطوات اللي لازم اسويها من قبل؟ يعني كيف احضر بشرتي؟ ارطبها؟ ايش الاشياء اللي لازم اسويها؟ طيب احنا بنسوي اول شيء نغسل البشره اول شيء كويس بالغسول المناسب، بعدها نرطبها مثلا بتونيك او نرطبها باللي هو المرطب كريم. اي كريم مرطب الخاص بالبشره نفسها. بعدها نبدا بمرحله اللي هو الكونسيلر للبشره عشان يعني تكون البشره ما تكون ناشفه. ايوه تكون جاهزه اللي تحطين عليها الكونسيلر. حلو. انا ودي والله يا هيفا نبدا يعني خلينا نشوف على اساس ان احنا كمان يعني ناخذ اكثر قدر ممكن من التفاصيل ونحافظ على الوقت. تمام. طيب خليني اسالك كمان هيفا، وانت تشتغلي الكونسيلر الان هيعطي نفس النتيجه اللي انا اعرفه؟ وانا شخص جدا محدود في مفاهيم المكياج، ان الكونسيلر منطقه تحت العين او المناطق ممكن اللي تكون داكنه انا اغطيها شويه بكونسيلر، هل بيعطي نفس الافكت او نفس الاثر لما انا بحطه في مناطق غير الاماكن اللي هو خصص ليها؟ على الخدين مثلا بيمشي الحال؟ هو انا راعي الاماكن اللي تحتاج تغطيه. يعني مثلا اذا في تصبغات احط على التصبغات فقط تحت العين وبعدين احاول ادمجه مع بعض. يعني ما تحطيه كامل على الوجه كامل؟ لا، مش ما تتعاملي معاه معاملة. لا، اول شيء عامله معامله الكونسيلر الطبيعي العادي. بس اذا في اي تصبغات في 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 الوجه نعتمد انه نحط عليها شويه. انت ايش حطيتي الان؟ كريم. كريم. فانا دائما اذا بحط كونسيلر ميك اب كونسيلر بس بعتمد على الكونسيلر، احاول اني ايش اني اخلي الكونسيلر شوي ديوي، ما يعني او مو الكونسيلر عفوا اللي هو الكريم، ما احب ان البشره تكون جافه، يعني ازيد تكه. تمام؟ لان ابغاهم يختلطون الاثنين مع بعض. جميل. طيب كمان ابغى اسالك يعني لون البشره هل برضه هو يساعد انه الواحد يحط ميك اب بدون ما يستعمل فونديشن؟ يعني مثلا احيانا بتشوف بشره تكون مايله على صفار او تكون باهته، وفي بشره مثلا انا من الناس اللي لما فعليا هذه بامانه اقولها لما اسوي تان احس اني ما ابغى احط فونديشن، احس لون الحمار بيدي رونق للبشره بطبيعه الحال. تقدرين تستخدمي الكونسيلر المناسب للون بشرتك؟ ايوه. بس برتوش يعني. في الاماكن اللي انت تحتاجينها مثلا، يعني تحت العين مثلا، حوالين الفم. بس زي كذا يعني. طب هرجع كمان اسال نفس السؤال رؤى لكن بطريقه ثانيه، هل نوع البشره مثلا اذا كانت بشره فيها كثير حبوب، اذا كانت بشره فيها عيوب نوعا ما، حفر من حبوب سابقه، تصبغات، هذه كمان يعني تقدر تستخدم الكونسيلر كبديل؟ اي نعم اكيد ما عندها مشكله. اي ما في مشكله لانه هو بيغطي، لدى اساس الكونسيلر له تغطيه، تختلف تغطياتهم بس اللي انت اخترتيه نوعية بشرتك اللي عندك المشاكل اللي عندك راح يغطيها يعني اكيد. طيب اشرحي لنا ايش قاعده تعمل الحين؟ انا احط لها يعني تحت العين. تستعملي كونسيلر لتحديد الملامح ولا لي؟ لا لا احط لها بس تحت العين. أي. اكثر شيء اهم شيء والحوالين الانف وحوالين الفم. هذه هي تعتبر مراكز النور يعني؟ ايوه يعني أوكي. بالعاده هي تقريبا ما عندها اي مشاكل يعني مثلا اثار. بنحط لها بس يعني بس تكه كذا يعني بس كده. اوكي تمام.
انا شايفه انه فضا جايه اوريدي حاطه مكياج العين وخلاص. انا جهزت لها عينها بس بنكمل لها الفتره. هل تنصحي بهذه الخطوه هيفا ان نحط مكياج العين قبل الفونديشن؟ هل هذه هل هذه اصح؟ هو لا، مو ما في شيء اصح. نعم، يعني تقدرين انه مثلا اذا انت مبتدئه مثلا في الميك اب وتبغين تسوين شيء ثقيل او شيء يهر على الفرد، تسوين العين اول شيء عشان نحافظ على نظافه تحت العين. شايفه كيف دمجت الكونسيلر على باقي الوجه. طيب هذا النوع من التكنيك في المكياج اني اعمل ميك اب واكون مستغني عن الفونديشن، هل ينفع للنهار او ليل ونهار؟ كيف الواحد ممكن او كيف او متى الواحد يقدر يستفيد منه اكثر؟ هو ما لها يعني، اذا في النهار تستخدمين اذا بشرتك كويسه اساسا اوريدي فما يحتاج اني انا ما لها دخل الليل او النهار، اذا بشرتي كويسه اقدر استخدمه في الليل او النهار. بس اذا بشرتي يعني فيها تحتاج مثلا تغطيه في الليل لازم يكون في شويه فونديشن. ايوه. سؤال ذو غرض. سؤال ذو غرض يعني له 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 شيء ما في نفسي. أيوة. هسأله، نقدر نستخدم الكونسيلر بديل للفونديشن على الشاشه؟ ممكن على حسب بشرة، اذا البشره صافيه ما فيها شيء عادي تكترين. يعني ما يسبب لمعه البشره؟ لان انا اعاني منها هذه كل يوم. لا، تقدرين تحطين قبلها برايمر. احط قبلها برايمر؟ ايوه. وبعدين احط كونسيلر واستغني عن الفونديشن؟ خلاص. ايوه. لقينا حل. وتقدرين تثبتينها ببلوس بودر شفافه. اوكي. تشيل اللمعه. بس تخفي العيوب؟ يعني هذا انا لاني احنا ما شاء الله عندنا كاميرات واضاءه تطلع عيوب جدك السابع اللي في وجهك. على حسب على حسب الكونسيلر اللي بتستخدمينه تقريبا يعني. فعادي يعني عرفتي لو في عيب موجود معك من عصر قارون هيطلع لك. اذا في كونسيلر معين انت تستخدمينه تغطيته كويسه راح تستغنين عن الفونديشن. جميل. نامل ذلك. طب ايش انواع الفرش؟ ما عرفت حد يستغني عن الفونديشن ولا انا عن نفسي صراحه ما استغني. لا، للتلفزيون اللي اداب وحتى في الميك اب. طيب ودي اسالك عن انواع الفرش اللي تستعمليها في الميك اب هيفا. انا غالبا استخدم فرشتين. اي. للميك اب للوجه وللدمج للوجه وللأماكن الضيقة. هذه للتوزيع وهذه للدمج. ايوه، للوجه. أوكي. هذا كامل مساحات كبيرة، وفيه للمساحات الضيقة زي كذا. اوكي. وفيه فرشة مسطحة احط فيها للحط. حلو. اوكي. فهمتيني؟ يعني ما احط بالهذي. احط بالفرشة وادمج الفرشة. بالصغيرة للمساحات الضيقة والكبيرة. أيوة. للكاميرا. يعني قبل شوية دمجت لها بهذا. الحين بدمج لها بهذا. بس حطيت لها شوية لون افتح عشان ينور لها. طيب هسألك، هل مثلا الكونسيلر مع انت لو حطيت كونسيلر وبعدين حطيت اللي هي الليس باودر الشفافه او وات ايفر، هل اقدر استخدم ال ايش اسمه؟ مثبت المكياج. فيكس بلس. فيكس بلس؟ ايوه عادي. كخطوه اخيره تقدرين تستخدمينها. هل الفيكس بلس يسبب لمعان للبشره اذا حطيته؟ سؤال كمان ذوني. لا يعني. لا لا، ما يسبب الفيكس بلس. لا لا، اذا نشف خلاص. اذا نشف اوكي. خصوصا اذا كان تحت الليس بودر. اذا كان تحته الليس بودر، اتمنى مخرجنا العظيم يسمع هذا الكلام. اذا في الليس بودر محطوط على الوجه ونحط عليه فيكس بلس امورنا تمام وامورنا سليمه. بس في خطوه مهمه لازم تطبطبين عليها. لازم اطبطب عليه بعد الفيكس بلس. بعد الفيكس بلس عشان اشيل اي شيء. طلعنا عرفنا السالفه وين الحين. عشان انا ما اطبطب عليه. يعني تخليه كذا. لا، يصير في لمعه. يصير في لمعه. عرفنا الان. اعتقد عرفنا المشكله من بدايه السيزون واحنا في هذه المشكله. مشكلة اللمعة. اللمعة. طيب كمان ودي أسألك عن المكياج، مكياج العيون يعني تحديدا، بما أنه فضة جاية ومكياج عيونها ما شاء الله حب وجاهز. إيش اللي عليها فضة كلها جميلة. إي ما شاء الله عليها. إيش الألوان اللي الواحد يقدر يستعملها في النهار وتتناسب مع البشرة بدون فونديشن؟ أي لينر، رموش، كميات. يس. العيون. يعني تستخدمين الالوان الترابيه اللي قريبه من لون البشره. اوكي. يعني احيانا انت تشوفين نفسك في المرايه من دون ميك اب في لون معين تحت على الجسم. صح. يختلف. أيوه. عن لون الخد. حلو. صح؟ ايوه. فتقدرين تستخدمين هذا اللون مع مثلا اي لاينر خفيف ورموش مثلا طرفيه. اوكي. وماسكارا خلاص كذا. زي فضه كذا. بالضبط. بسم الله. طب انا انتقل معاكي هيفا الى يعني أنا واحدة في على الروج، أنا دائما عندي مشاكل مع الروج، دائما أختار اللون الغلط.
دائما انا احط اللون الغلط اللي ما يناسبني ولا يناسب لبسي. فكيف اعطيني مؤشرات لاختيار لون مناسب يتناسب مع هل اقيس على ملابسي، هل اقيس على بشرتي، هل اقيس على نوع المكياج، على المناسبه، كيف اختار الروج؟ اول شيء تختارين الروج تقيسينه بناء على تون البشره، يعني هل تون البشره بارد او دافي. هذا التون البشره اللي عجزت تعرفه. أيوه. عجزت تعرف تون بشرتك. يعني مثلا عشان اقرب لك شويه، انت كيف تعرفين تون بشرتك؟ انت ايش تحسين يناسبك اكثر، الاكسسوار الفضي او الذهبي؟ الذهبي. خلاص يعني بشرتك دافيه تحسين انت يلبك اكثر. ذهبي ذهبي احلى علي بكثير من الفضي. ايوه، فهذا مؤشر انه بشرتك دافيه. طيب وايش الالوان اللي تناسب البشره الدافيه؟ في الوان معينه، لو فتحتي عجله الالوان تلقين الالوان الدافيه، في مثلا عندنا الاصفر نوعين، الاحمر نوعين، الوردي نوعين، بارد ودافي. فانت تختارين الدافي بناء على بشرتك. بس بالعاده يعني خليني اخذها كمان باكثر تفصيل، لون الشفايف مختلف على عن تون البشره نفسها. يعني مثلا ممكن القى روج لو حطيته على ايدي وانا بعمل التست الاقي اللون مره حلو، بس بيعكس على لون الشفايف او بيقلب. صح. على لون الشفايف. تقدرين وفي بعضها يتاكسدوا اصلا مع الهواء. تقدرين تحطين مسحه كونسيلر. ايوه على الشفايف قبل التبيس. اوكي. أي عشان توحد لون البشره ويصير لون واضح. انا اشوف كثير اصلا لما تيجي تحط شويه فونديشن، تحط فونديشن. أيوة. او بودر او شيء. طيب مسحه يعني مو كثير. ايش اللون انت الان لسه ما اخترتي لون؟ تقريبا خلصت لها الكونسيلر، بس بسوي لها ماسكارا واحط لها روج. يلا. تعرف اني انا من تحديات مكياجي الماسكارا بعد. انا المكياج كله على بعضه كذا كذا بالنسبه لي تحدي. انا لو يقبلون نحن نطلع على الهواء بدون مكياج اكون مقدره. بس ايش كيف اختار نوع مناسب الماسكارا؟ يعني سمعت ان في ماسكارا تكثف وماسكارا تطول وماسكارا تسحب وماسكارا بالنسبه لي كلهم ماسكارا. ايوه لا بس تفرق او تختلف على حسب نوع رموشك انت. اي يعني انت رموشك هي اللي تحكم ايش الفرشه اللي تاخذين. يعني رموشك قصيره تاخذين فرشه سخيفه مره، رموشي طويله اخذ فرشه عريضه. اذا رموشي مثلا ستريت لازم اعكفها بالعكافه واخذ الفرشه. تحاول اني احتاج اتعرف على الرموش. ايوه يعني على قد ما انه موضوع المسكره الناس يعتبروه عادي، الا انه لا تختلف فعلا. ووتر بروف او العاديه او حتى نوع الفرشه كيف بتكون طريقه. صح. اصلا استعمالها. يعني مثلا انا من احدي يحط لي مسكره بنفسه احس انه بيفرق عن اني انا احطها لسبب ما اسرح رموشي مستقيمه ما اعكفها والله. صح. ما تاخذيها من تحت لفوق؟ اخذتها من تحت لفوق بس لا الاحظ انه عندهم تكنيك معين في استعمال فرشه المسكره. انه انت تحطين الفرشه على الشعره. ايوه وتبرمينها او انت ماشيه. الى انا ما برمها، انا اسحبها سحب. أيوة سحب كذا. أيوة. ما راح تستفيدين شيء. أيوة. بس تحطينها تبرمينها برم عشان البرودكت نفسه. أيوة. يتغلغل جوا الشعره مع يعني الجهات كامله. يس. ويعطينا الشكل المطلوب. انا اسوي زي رؤى فعلا، انا اسوي زيك امشطها بس تمشيط. أيوة بس ما سريع. يلا تشك تشك انتهينا. نبغى نيجي لفقرة الروج. طب هل اسهل انت تحطي لها الماسكارا او تعطيها لفضل؟ انا افضل انا اللي احطها. اوكي. يعني انا لانه احيانا يكون تحط وتوثق الشغل مثلا. بس ما ادري، عندي قناعه اني لما انا احط ماسكارا انا اللي احط الماسكارا مع اي مين كان من الميك اب متقنه اكثر. احس اني انا تحسين انه تعرفين خلاص عادي احسهم واوثق المكياج. اوكي هم الله يعطيهم العافيه متصالحين معايا في هالموضوع. ايش اللون اللي انت اخترتيه؟ استخدم لها اللون اللي هو وردي كذا شويه. نود بينك. هذه من احلى الالوان. يس. هذا احس يناسب كل البشرات تقريبا، بس اذا البشره غامقه بزياده ما راح يبين. في درجات معينه ممكن تكون. أي. يعني اذا بشره غامقه. اي بيصير هذا شويه فاتح. اذا وايش الافضل للبشره اللي تكون شويه يعني غامقه؟ يعني كليب لاينر او روج. اي فبعض البشرات خصوصا اذا كان عندك مناسبه. البشره الغامقه نحتاج لها لون يعني اقوى شوي او واضح، لان بعض الالوان ما راح تبين. احس ملامح فضة ما شاء الله تبارك الله، يعني اي مكياج عليها هيكون تساعد ما شاء الله.
انا يعني ما شاء الله لفتتني بس ما ودي اتغزل على الهواء بعدين حقول لها ما شاء الله تبارك الرحمن على طول على بيبي فيس و... بنحدد برضو من الاشياء المهمه لما نبغى نستعمل هذا النوع من المكياج يعني انا اعرف الكونسيلر اعرف مش الكونسيلر الفونديشن ليه دور اساسي في المكياج احنا الحين استغلنا عن شيء اساسي في المكياج واستبدلناه باشياء تكون اخف حتى ترحم البشره اكثر لكن نوع الروج ما بين انه يكون مثلا جلوسي ولا مات بيفرق هو على حسب انت وين رايحه اوكي يعني من وجهة نظري يعني إذا أنا رايحة مكان وبحتاج إني آكل أي شيء فأحتاج إني أستخدم روج مات عشان ما كل شوي أنا أحط مرة ثانية إذا أنا لا والله مناسبة بسيطة وطلع خفيفة وما فيها أكل ما فيها فأحب أحط اللي هو الجلوس فحلو برضو على الجلوس على فوق الروج أوكي حلو يعني بس مسحة خفيفة يعطي لمعة للشفايف صح خليني اشوف كذا احنا خلصنا بس بحط لها الجلوس اهم شيء اللمع اشوف انا احس هذا ينفع الله. صباحي على البحر الجلوس دائما في الاماكن اللي فيها شمس هذا من كيسي ولا انا ودي اقول والله هي فضل لي محليه كل شيء صدق طبعا واكيد يعني تسلم ايدك يا هيفا على هالجمال في جلوسات تكون بلون في جلوسات شفافه فحلو الجلوس اللي يكون بلون نود صح هذا ممكن حتى ينحط لحاله بدون أيوة. شيء كده احنا خلصنا ولا باقي شوي اخر فقره اللي هي الفلاشر بس مسحه خفيفه ممكن اذا فتره الصباح نستبدل الفلاشر بالتنت والله ما شاء الله عندك شفتيني انا عارف انا والله ما عرفت الشيء الوحيد اللي برافو انا ما اعرفه اسم الله عليك ما استعمله لانه التنت مكياج صباح هو بس تجيبين قلم كذا الوحيد تحطي منه روج وتحطي منه بلاشر وتحطي منه شيء. اي شيء كل شيء عشان كذا تعرف سريع نقدر ندخلها مثلا من تكس بلاس او مثبت في مثبتات زي كذا مكتوب عليها انها تحافظ على مستوى الدهون فنقدر نستخدمها يعطيك العافيه شكرا يا هيفا طبعا ما خلي زي ما قلنا لازم تكتب عليها اوكي عشان هذه نركز فيها هذه مهمه ترى بالنسبه لي بس ما استناه ينشف اطبطب مباشره انا بالنسبه لي ما احتاج اني ينشف تسلم يعطيك العافية شكرا يا هيفا على هالجمال شكرا لك يا فضا يديك ألف ألف عافية نورتونا اليوم الله يسعدكم شكرا على السؤال يا أهلا وسهلا طبعا مشاهدينا حنطلع فاصل من بعد نكمل باقي الفقرات